الهيرت اكس هي اول شركة عالمية لمصففي الشعر، والتي طارت تدريب لتمديد الشعر وعمل الضفائر وتفكيك الخويصلات المشتبكة وخدمات تفكيك الشعر المتشابك المعقد من الكريم المزيل، وذلك لخدمات تشبيك الشعر المعقد وتمديد الشعر والضفائر والخويصلات المتشابكة. تعلم فن تفكيك الشعر المعقد بأمان وتمديد وإزالة تمديد الشعر بسهولة على موقعنا www.hairdetanglerschool.com. الشعر المعقد المتشابك قد يؤدي إلى الاكتئاب والإحباط، وذلك لأن الشعر يعتبر جزءا أساسيا من كيان الشخص، وعندما يصبح الشعر معقد أو متشابك بطريقة شديدة لفترات طويلة من الوقت قد يؤثر على احترام النفس. تصفيف الشعر بشركة تانجل هير تيكس، نقوم بتفكيك واستعادة الشعر باحتراف. عندما يصبح الشعر معقد أو متشابك جدا يصبح الناس خائفون لأنهم لا يريد قص شعرهم، ويقوم الناس بالإنكار وذلك بالسماح لشعرهم بالإبقاء على هذا الحال، وذلك لأنهم لا يشعروا بإحراج الخروج أمام العامة أو حتى الذهاب إلى الصالون، فحتما سيصبح شعرهم أسوأ مما كان عليه. نحن على اتصال بسيدات ضحايا لأخطاء مصفف الشعر، التفكيك الغير مناسب للضفائر وأنسجة الشعر وتمديدات الشعر والخويصلات المتشابكة بتعقيد، والتي تسبب حدوث عقد وكتل بالشعر المتشابك المعقد. لسوء الحظ وبسبب ضعف التعليم، تقوم الكثير من الصالونات باتخاذ قرارات عديمة الإحساس نحو الزبائن الذين يمتلكون الشعر المعقد المتشابك جدا، فلا يعرف هؤلاء مصففو الشعر كيف يقومون بتفكيك ذلك التشابك بصبر، وذلك لأنهم غير عادلين وغير طيبين، ولأنهم لا يريدوا أخذ الوقت لمحاولة مساعدة زبون يذهب إلى الصالون لتفكيك شعره المعقد والمتشابك. في الحقيقة يسبب السيدات ضررا أكبر لشعرهم المتشابك المعقد جدا عندما يقومن باستخدام منعمات الشعر لتفكيكه. وفقا لتانجل هير اكس، مصففو الشعر الذين يقومون بتفكيك تشابك الشعر، نحن نستقبل عدد لا نهائي من المكالمات لتفكيك تشابك الشعر من السيدات ومصففي الشعر، وعلى حد سواء قد قاموا بجعل العقد والكتل الموجودة بالشعر المعقد المتشابك أسوأ وأشد وأصعب، وذلك باستخدام منعمات الشعر المختلفة. لو يريد صالونك الحصول على ذلك النوع من التدريب المتخصص، برجاء زيارة موقعنا www.hairdetanglerschool.com أو الاتصال بنا على arabia@hairdetanglerschool.com. كيفية إزالة التشابكات والعقد الصعبة في شعرك بكل سهولة. تقوم الصالونات بترك السيدات بالبقاء على الشعور بالألم والشعر الضعيف، وحتى الأماكن الصلعاء حينما يقومن بتفكيك شعرهم المتعقد أو المسبب عن طريق إزالة تمديد الشعر الغير مناسبة، فهذا غير صحي لخسارة الشعر أثناء إزالة أنماط الشعر هذه. ولكن يشعر الكثير من السيدات بأنها تضحية لابد أن يدفعوها، ويشعر الكثير من السيدات بالإحراج في الصالون المسبب خسارة الشعر وهلاكه المسبب عبر السنين، وأنهم يخفوا شعرهم من أزواجهم. تعلم الأسلوب الآمن لتفكيك الشعر وإزالة تمديد الشعر بسهولة على موقعنا www.hairdetanglerschool.com. أصبحت العقد والكتل بالشعر المتشابك المعقد أسبابا رئيسية لخسارة وهلاك الشعر عند السيدات والأطفال. تصنع منعمات الشعر المعتمدة على المياه لترطيب الشعر وبقائه ناعما ولامع، وكثرة استخدامها يؤدي إلى حدوث العكس. تعتبر منتجات تفكيك تشابك الشعر مثل كريم المزيل تيك داون فورية، بينما البعض يأخذ من 1 إلى 5 دقائق للعمل. عندما تأتي لتفكيك تشابك الشعر، إنه في غاية الأهمية أن تقوم باستخدام النوع الصحيح من الكريم المفكك، وذلك سيقوم حتما بمنع العقد والكتل من أن تصبح أسوأ أو أشد. وفي حالة الاحتياج للمساعدة في أي تفكيك للعقد والكتل، اتصل بمصففي الشعر الذين قاموا بتدريب متخصص في تفكيك تشابك الشعر. ها هي الخطوات. لا تبلل الشعر لأن ذلك فقط سيسبب عقد أكثر وتكسير. أولا، قم بإشباع الشعر بكريم مزيل ودلكه بعمق. قم بإضافة أكثر من الكريم المزيل المفكك لشعرك فقط للتأكد من أن الشعر بأكمله مشبع بالكريم. أفضل شيء للعقد والكتل الصعبة الصغيرة هو أن تأخذ طرف مشط معدني حاد وتقوم بتفكيك العقد. قم باستخدام مشط كبير
ذو أسنان واسعة، وفي نفس الوقت استخدم أصابعك للتفكيك منعا للكسر. بمجرد تفكيك جزء من الشعر قم بعمل ضفيرة، استخدم الكريم المزيل المفكك لمنع شعرك من أن يصبح جاف، ولكن لا يجب عليك أن تبلل شعرك أو تضع عليه شامبو مطلقا حتى تقوم بتفكيكه تفكيكا كاملا.
بانجل هيرتكس هي أول شركة عالمية لمصففي الشعر، والتي تعرض تدريب لتمديد الشعر وعمل الضفائر وتفكيك الخويصلات المشتبكة وخدمات تفكيك الشعر المتشابك المعقد من الكريم المزيل، وذلك لخدمات تشبيك الشعر المعقد وتمديد الشعر والضفائر والخويصلات المتشابكة. تعلم فن تفكيك الشعر المعقد بأمان وتمديد وإزالة تمديد الشعر بسهولة على موقعنا www.hairdetanglerschool.com. الشعر المعقد المتشابك قد يؤدي إلى الاكتئاب والإحباط، وذلك لأن الشعر يعتبر جزءا أساسيا من كيان الشخص، وعندما يصبح الشعر معقد أو متشابك بطريقة شديدة لفترات طويلة من الوقت قد يؤثر على احترام النفس. تصفيف الشعر بشركة تانجل هيرتكس، نقوم بتفكيك واستعادة الشعر باحتراف. عندما يصبح الشعر معقد أو متشابك جدا يصبح الناس خائفون لأنهم لا يريد قص شعرهم، ويقوم الناس بالإنكار وذلك بالسماح لشعرهم بالإبقاء على هذا الحال، وذلك لأنهم لا يشعروا بإحراج الخروج أمام العامة أو حتى الذهاب إلى الصالون، فحتما سيصبح شعرهم أسوأ مما كان عليه. نحن على اتصال بسيدات ضحايا لأخطاء مصفف الشعر، التفكيك الغير مناسب للضفائر وأنسجة الشعر وتمديدات الشعر والخويصلات المتشابكة بتعقيد، والتي تسبب حدوث عقد وكتل بالشعر المتشابك المعقد. لسوء الحظ وبسبب ضعف التعليم، تقوم الكثير من الصالونات باتخاذ قرارات عديمة الإحساس نحو الزبائن الذين يمتلكون الشعر المعقد المتشابك جدا، فلا يعرف هؤلاء مصففو الشعر كيف يقومون بتفكيك ذلك التشابك بصبر، وذلك لأنهم غير عادلين وغير طيبين، ولأنهم لا يريدوا أخذ الوقت لمحاولة مساعدة زبون يذهب إلى الصالون لتفكيك شعره المعقد والمتشابك. في الحقيقة يسبب السيدات ضررا أكبر لشعرهم المتشابك المعقد جدا عندما يقومن باستخدام منعمات الشعر لتفكيكه. وفقا لتانجل هيرتكس، مصففو الشعر الذين يقومون بتفكيك تشابك الشعر، نحن نستقبل عدد لا نهائي من المكالمات لتفكيك تشابك الشعر من السيدات ومصففي الشعر، وعلى حد سواء قد قاموا بجعل العقد والكتل الموجودة بالشعر المعقد المتشابك أسوأ وأشد وأصعب، وذلك باستخدام منعمات الشعر المختلفة. لو يريد صالونك الحصول على ذلك النوع من التدريب المتخصص، برجاء زيارة موقعنا www.hairdetanglerschool.com أو الاتصال بنا على arabia@hairdetanglerschool.com. كيفية إزالة التشابكات والعقد الصعبة في شعرك بكل سهولة؟ تقوم الصالونات بترك السيدات بالبقاء على الشعور بالألم والشعر الضعيف وحتى الأماكن الصلعاء حينما يقومن بتفكيك شعرهم المتعقد أو المسبب عن طريق إزالة تمديد الشعر الغير مناسبة، فهذا غير صحي لخسارة الشعر أثناء إزالة أنماط الشعر هذه. ولكن يشعر الكثير من السيدات بأنها تضحية لابد أن يدفعوها، ويشعر الكثير من السيدات بالإحراج في الصالون المسبب خسارة الشعر وهلاكه المسبب عبر السنين، وأنهم يخفوا شعرهم من أزواجهم. تعلم الأسلوب الآمن لتفكيك الشعر وإزالة تمديد الشعر بسهولة على موقعنا www.hairdetanglerschool.com. أصبحت العقد والكتل بالشعر المتشابك المعقد أسبابا رئيسية لخسارة وهلاك الشعر عند السيدات والأطفال. تصنع منعمات الشعر المعتمدة على المياه لترطيب الشعر وبقائه ناعما ولامع، وكثرة استخدامها يؤدي إلى حدوث العكس. تعتبر منتجات تفكيك تشابك الشعر مثل كريم المزيل تيك داون فورية، بينما البعض يأخذ من 1 إلى 5 دقائق للعمل. عندما تأتي لتفكيك تشابك الشعر، إنه في غاية الأهمية أن تقوم باستخدام النوع الصحيح من الكريم المفكك، وذلك سيقوم حتما بمنع العقد والكتل من أن تصبح أسوأ أو أشد. وفي حالة الاحتياج للمساعدة في أي تفكيك للعقد والكتل، اتصل بمصففي الشعر الذين قاموا بتدريب المتخصص في تفكيك تشابك الشعر. ها هي الخطوات. لا تبلل الشعر لأن ذلك فقط سيسبب عقد أكثر وتكسير. أولا، قم بإشباع الشعر بالكريم المزيل ودلكه بعمق. قم بإضافة أكثر من الكريم المزيل المفكك لشعرك فقط للتأكد من أن الشعر بأكمله مشبع بالكريم. أفضل شيء للعقد والكتل الصعبة الصغيرة هو أن تأخذ طرف مشط معدني حاد وتقوم بتفكيك العقد. قم باستخدام مشط كبير
ذو أسنان واسعة وفي نفس الوقت استخدم أصابعك للتفكيك منعا للكسر. بمجرد تفكيك جزء من الشعر قم بعمل ضفيرة. استخدم الكريم المزيل المفكك لمنع شعرك من أن يصبح جاف، ولكن لا يجب عليك أن تبلل شعرك أو تضع عليه شامبو مطلقا حتى تقوم بتفكيكه تفكيكا كاملا.
بانجل هيرتكس هي أول شركة عالمية لمصففي الشعر، والتي تعرض تدريب لتمديد الشعر وعمل الضفائر وتفكيك الخويصلات المشتبكة وخدمات تفكيك الشعر المتشابك المعقد من الكريم المزيل، وذلك لخدمات تشبيك الشعر المعقد وتمديد الشعر والضفائر والخويصلات المتشابكة. تعلم فن تفكيك الشعر المعقد بأمان وتمديد وإزالة تمديد الشعر بسهولة على موقعنا www.hairdetanglerschool.com. الشعر المعقد المتشابك قد يؤدي إلى الاكتئاب والإحباط، وذلك لأن الشعر يعتبر جزءا أساسيا من كيان الشخص، وعندما يصبح الشعر معقد أو متشابك بطريقة شديدة لفترات طويلة من الوقت قد يؤثر على احترام النفس. تصفيف الشعر بشركة تانجل هيرتكس، نقوم بتفكيك واستعادة الشعر باحتراف. عندما يصبح الشعر معقد أو متشابك جدا يصبح الناس خائفون لأنهم لا يريد قص شعرهم، ويقوم الناس بالإنكار وذلك بالسماح لشعرهم بالإبقاء على هذا الحال، وذلك لأنهم لا يشعروا بإحراج الخروج أمام العامة أو حتى الذهاب إلى الصالون، فحتما سيصبح شعرهم أسوأ مما كان عليه. نحن على اتصال بسيدات ضحايا الأخطاء مصفف الشعر، التفكيك الغير مناسب للضفائر وأنسجة الشعر وتمديدات الشعر والخويصلات المتشابكة بتعقيد، والتي تسبب حدوث عقد وكتل بالشعر المتشابك المعقد. لسوء الحظ وبسبب ضعف التعليم، تقوم الكثير من الصالونات باتخاذ قرارات عديمة الإحساس نحو الزبائن الذين يمتلكون الشعر المعقد المتشابك جدا، فلا يعرف هؤلاء مصففو الشعر كيف يقومون بتفكيك ذلك التشابك بصبر، وذلك لأنهم غير عادلين وغير طيبين، ولأنهم لا يريدوا أخذ الوقت لمحاولة مساعدة زبون يذهب إلى الصالون لتفكيك شعره المعقد والمتشابك. في الحقيقة يسبب السيدات ضررا أكبر لشعرهم المتشابك المعقد جدا عندما يقومن باستخدام منعمات الشعر لتفكيكه. وفقا لتانجل هيرتكس، مصففو الشعر الذين يقومون بتفكيك تشابك الشعر، نحن نستقبل عدد لا نهائي من المكالمات لتفكيك تشابك الشعر من السيدات ومصففي الشعر، وعلى حد سواء قد قاموا بجعل العقد والكتل الموجودة بالشعر المعقد المتشابك أسوأ وأشد وأصعب، وذلك باستخدام منعمات الشعر المختلفة. لو يريد صالونك الحصول على ذلك النوع من التدريب المتخصص، برجاء زيارة موقعنا www.hairdetanglerschool.com أو الاتصال بنا على arabia@hairdetanglerschool.com. كيفية إزالة التشابكات والعقد الصعبة في شعرك بكل سهولة. تقوم الصالونات بترك السيدات بالبقاء على الشعور بالألم والشعر الضعيف، وحتى الأماكن الصلعاء حينما يقومن بتفكيك شعرهم المتعقد أو المسبب عن طريق إزالة تمديد الشعر الغير مناسبة، فهذا غير صحي لخسارة الشعر أثناء إزالة أنماط الشعر هذه. ولكن يشعر الكثير من السيدات بأنها تضحية لابد أن يدفعوها، ويشعر الكثير من السيدات بالإحراج في الصالون المسبب خسارة الشعر وهلاكه المسبب عبر السنين، وأنهم يخفوا شعرهم من أزواجهم. تعلم الأسلوب الآمن لتفكيك الشعر وإزالة تمديد الشعر بسهولة على موقعنا www.hairdetanglerschool.com. أصبحت العقد والكتل بالشعر المتشابك المعقد أسبابا رئيسية لخسارة وهلاك الشعر عند السيدات والأطفال. تصنع منعمات الشعر المعتمدة على المياه لترطيب الشعر وبقائه ناعما ولامع، وكثرة استخدامها يؤدي إلى حدوث العكس. تعتبر منتجات تفكيك تشابك الشعر مثل كريم المزيل تيك داون فورية، بينما البعض يأخذ من 1 إلى 5 دقائق للعمل. عندما تأتي لتفكيك تشابك الشعر، إنه في غاية الأهمية أن تقوم باستخدام النوع الصحيح من الكريم المفكك، وذلك سيقوم حتما بمنع العقد والكتل من أن تصبح أسوأ أو أشد. وفي حالة الاحتياج للمساعدة في أي تفكيك للعقد والكتل، اتصل بمصففي الشعر الذين قاموا بتدريب متخصص في تفكيك تشابك الشعر. ها هي الخطوات. لا تبلل الشعر لأن ذلك فقط سيسبب عقد أكثر وتكسير. أولا، قم بإشباع الشعر بالكريم المزيل ودلكه بعمق. قم بإضافة أكثر من الكريم المزيل المفكك لشعرك فقط للتأكد من أن الشعر بأكمله مشبع بالكريم. أفضل شيء للعقد والكتل الصعبة الصغيرة هو أن تأخذ طرف مشط معدني حاد وتقوم بتفكيك العقد. قم باستخدام مشط كبير
ذو أسنان واسعة وفي نفس الوقت استخدم أصابعك للتفكيك منعا للكسر. بمجرد تفكيك جزء من الشعر قم بعمل ضفيرة، استخدم الكريم المزيل المفكك لمنع شعرك من أن يصبح جاف، ولكن لا يجب عليك أن تبلل شعرك أو تضع عليه شامبو مطلقا حتى تقوم بتفكيكه تفكيكا كاملا.